أوه هذا دهان، دهان هذا عنده مبين يعني مشروع دهان مرتب، أبصر شو بدي دهان البيت كله. إذا هذا مشتري الدهان ومجهزه، والفراش يشوف كله جاهز. إذا في خطة، في خطة الآن للدهان، في خطة لتنفيذ شيء في المستقبل. الآن إذا كان عندي خطة لتنفيذ شيء بالمستقبل بدي أعبر عنه، will ولا be going to ولا اثنين؟ قبل شوية كان للتنبؤ عن المستقبل يجوز الوجهان. إذا ما عندك خطط no plans يجوز تستخدم will و be going to، يجوز الوجهان. طب إذا عندك خطة أو نية مسبقة وعندك تجهيزات ماذا تستخدم؟ will be going to ولا الوجهان؟ يجوز الوجهان. نشوف، لاحظ معي use only، use only، استخدم فقط be going to plus verb 1 if there is a prior plan or intention. إذا في خطة أو نية مسبقة، إذا في خطة أو نية مسبقة، طبعا الخطة بتبين من الأشياء اللي بتجهزها، ماذا تستخدم؟ استخدم be going to plus verb 1، يعني بمعنى آخر خطأ تستخدم will. إذا في خطة مسبقة يجب أن تستخدم be going to plus verb 1 وليس will للتعبير عن المستقبل. نشوف المحادثة هاي. علي وأحمد: Why have you bought this paint؟ ليش اشتريت هذا الدهان؟ إذا الرجال مشتري دهان. أحمد بيقول له: I'm going to paint my bedroom tomorrow. I'm going to paint my bedroom tomorrow. إذا هو سوف يدهن يعني غرفة النوم غدا. أحمد شو قال؟ قال I'm going to paint، ما قال I'll paint أو I will paint. I will paint خطأ، ليش؟ لأنه في عنده paint، في عنده خطة مسبقة، عنده نية مسبقة، عنده تجهيزات. وبالتالي إذا عندك شيء مجهز للمستقبل مثل paint مثلا، إذا لازم تستخدم للتعبير عن المستقبل be going to، طبعا verb be، verb to be مناسب هنا، ام زائد verb 1 I'm going to paint my bedroom tomorrow. اذا هذه النقطة مهمة، وهون انفصلت be going to عن will. اذا عندي خطة مسبقة، عندي نية مسبقة، عندي تجهيزات مسبقة لعمل شيء في المستقبل ودي اعبر عنه، بستخدم be going to وليس will. الاستخدام الرابع، في الواقع مش الرابع، هذا مثال آخر، مثال آخر، هذا مثال آخر أيضا على التجهيزات. لاحظ عندك مجهزين اللحم، مجهزين الرز، معناته كما يبدو إنه ليلى عندها عزومة كبيرة. طيب جهز ليلى. سلمى، ليلى، سلمى: Why have you prepared all this meat and rice؟ يعني ليش مجهزه كل هالرز وهاللحم؟ اذا مجهزه هي ليلى، مجهزه. اذا في عندنا نيه مسبقه، عندنا خطه مسبقه، عندنا تجهيزات مسبقه. ليلى بتقول لها: I'm going to cook a big meal. I'm going to cook a big meal، يعني رايح اعمل وجبه كبيره، عندها عزومه كبيره. We have 20 guests، عندهم 20 ضيف. الله يهنيهم. I'm going to cook. إذا ليلى قالت I'm going to cook، ما قالت I will cook. ليش؟ لأنه عندها يعني شيء مجهز، عندها نية مسبقة، عندها خطة للطبخ، عندها أدوات الطبخ، عندها مواد الطبخ، مواد الوجبة meat and rice. إذا في هذه الحالة يجب أن تستخدم be going to وليس will. مثال ثالث عشان توضح الأمور. لاحظ هذا الرجال عنده سيارة قديمة، بين قديمة يعني شيء مش معقول، بالمتحف بتجيب له فلوس بالمناسبة، وهاي سيارة جديدة. طبعا هو الآن صار بينه وبين زميله الحديث التالي، هذا اللي شفناه طبعا بالسيارة حسن. صالح بيقول له: Why have you sold
your old car. إذا صالح باع السيارة القديمة، باع، إذا عنده خطة، عنده نية يشتري سيارة جديدة. كيف عرفنا؟ إنه باع السيارة القديمة. فحسن بقول I'm going to buy a new one. إذا عبر عن المستقبل باستخدام going to. ما قال حسن I will buy a new car. ليش؟ لأنه في خطة مسبقة إنه باع السيارة، في نية مسبقة إنه باع السيارة القديمة وسوف يشتري سيارة جديدة. إذا هذا مثال ثالث بيوضح إنه إذا كان عندنا خطة مسبقة للمستقبل وبدنا ننفذها نستخدم be going to وليس will. be going to صح، will خطأ. إذا في هاي الحالة انفصلت be going to عن will. طب هل يا ترى will رايحة تنفصل عن be going to؟ بمعنى ما هي المواقف اللي بستخدم فيها will ولا يجوز أن أستخدم فيها be going to؟ خلينا نشوف متى نستخدم will وما بصح نستخدم be going to. تليفون هذا برن مبين وشبعرا ومحدش برد عليه، لكن هون صار عندنا المحادثة التالية بين علي وبين أحمد. Use only، استخدم فقط will plus verb want to express willingness. willingness معناها الرغبة الذاتية أو التطوع لعمل شيء ما، يعني من ذاتك أنت بتتطوع تعمل شيء. علي أحمد، شوف هاي المحادثة الآن. The phone is ringing. علي بقول لأحمد The phone is ringing. أحمد بقول I'll answer it. أنا برد عليه، أنا برد. إذا أحمد عنده رغبة إنه يتطوع إنه يرد على التليفون من ذاته. I'll answer it. في هاي الحالة أحمد استخدم I will أو I'll ولم يستخدم I am going to answer it. إذا للتطوع لعمل شيء من ذاتك تستخدم will ولا تستخدم going to. إذا أحمد هون قال I will answer it وما قال I am going to answer it. بالإضافة إلى ذلك مع no prediction, no prior plans. He is just volunteering to answer the phone. He is just volunteering يعني هو اتطوع للرد على التليفون.